بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طغى على المشهد الليبي في جميع تقريبا صحف العالم بأكمله على قضية الانتخابات وما الانتخابات وما إليه، وخارطة طريق جديدة، وما الذي سيحدث إن لم يحدث 24 ديسمبر انتخابات. هناك طاجين جديد قادم، يعني هكذا عودتنا بعثة الأمم المتحدة أنها من حين إلى آخر تصنع مشروع تسميها خارطة الطريق، وتطلع خارطة معقدة وغير صحيحة وغير سليمة، وسنذكر لماذا. لماذا هيئة بهذا الحجم، بهذه المقدرات، بهذه الإمكانيات، بهذا الدعم تفشل في حل قضية في بلد مثل ليبيا عدد سكانها قليل جدا جدا، ثروة طائلة على البحر المتوسط، كيف تفشل مثل هذه الهيئات؟ هناك نقطة واحدة رئيسية حساسة، وهي مشتركة بين جميع مشاريع الأمم المتحدة سواء في ليبيا أو غير ليبيا، أنها لا تستمع إلى الشعوب ولا تستمع إلى الطموحات الحقيقية، ماذا يريد الشعب أو ماذا يريد الوطن. من ناحية تفرض نفسها كبند سابع من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تستمع إلينا. كل ما يردده الشعب الليبي، كل ما يردد الشعب الليبي تتغاضى عنه، تهمشه، تدلسه، تترك هيئات المتحدة والمجتمع الدولي، ثم يعود في النهاية ويصرح بما كان يصرح به أبناء الأوطان سواء في ليبيا مرة أخرى أو غير ليبيا. هذا سر الفشل. الأمم المتحدة تستمع إلى مصالح المجتمع الدولي، تسمي فيه هي 5-6-7 دول بتسيطر على العالم، وتهمش في الأوطان. الدليل مرة أخرى أنها تعود وتردد ما كان يردد الشعب منه. بعثة الأمم المتحدة الآن كما ذكرنا تجهز في طاجين جديد بعد الصخيرات وبعد برلين والحرب على طرابلس وقضية 75 مجموعة والانتخابات وغيرها من طبخات عبثية. الذين يتصدر للأسف الشديد، هذا جانب مشاركة البعثة في إفشال مشروعات ليبيا، الذين يتصدرون المشهد السياسي الليبيين والأحزاب والمثقفين والنخب، وكالعادة يجهزوا أنفسهم الآن للتغميس في الطاجين الجديد، ما يتعلموش مما سبق، يهيئون في أنفسهم لأن يكونوا جزء من ما يسمى مرة أخرى خارطة طريق جديدة. البعض سيكون مع مرة أخرى والبعض ضد، تحليلات، لقاءات، ستكون هناك برامج فضائية وحوارات وندوات وتحالفات، مناكفات وانقسامات، مدافعون ومهاجمون، وحدين حيدافعوا على الخارطة الجديدة وحدين حيهاجموها، صراعات، كولس، انقسامات بيناتنا، تصريحات، بيانات، موافقة، اعتراض. سيحدث نفس الشيء من الصخيرات ومن قبل الصخيرات حتى الموافقة على الصخيرات إلى يومنا هذا. ننتظر، هناك مشروع يرمى بيننا نبدأ نتفاعل عليه مرة أخرى، مدافع، مهاجم، صراع، مناكفة، كولسة، تحالفات، صراعات وما إليه، كل ذلك يعني حول ما يأتي من خارطة الطريق جديدة بكل غباء. حقيقة هذا نوع من الغباء، مرة واحدة معلش طحنا فيها الله غالب، ما كانش عندنا خبرة يا سيدي مع المجتمع الدولي، لكن 2 و3 و4 و5 و6 مرات معناها هذا غباء، يسمى غباء. نستهلك الوقت والجهد والطاقة ونستهلك بلادنا ووطننا في خارطة الطريق دون أن نصنع مشروع وطني واحد يجمعنا جميعا. المشاريع الوطنية مجموعة موجودة، لكن ما فيش العقليات والقيادة التي تجمعنا كلنا تحت مشروع يتفق عليه الجميع. هذا يتنازل على جزئية وضع جزئية، يعني هل نعجز على أن نصنع مشروع وطني؟ معلش بعدين نتناكف معه، نتصارع معه، معه ضده، لكن يكون مشروعنا. والعالم كله برغم كل هذا يردد أن الحل ليبي المحليين والخارجيين. ما هو الدرس الذي يجب أن تتعلم الأمم المتحدة من فشلها الذريع جدا جدا في ليبيا الواضح جدا؟ يعني 95% كما ذكرنا من فشل الأمم المتحدة تهميشها أو تغضيها أو عدم سماحها للشعوب صاحبة المصلحة الحقيقية في قضاياها وفي معاناتها لا تستمع إليهم، تستمع إلى من؟ يا أما المجتمع الدولي، تستمع إلى شخصيات من تلك الشعوب لا هم لها إلا الكرسي أو السلطة أو ما إليه، حتى ولو بنية حسنة. حتى بعض الشخصيات تقول لك أنا نبي السلطة لأن عندي مشروع للوطن، لكنك الاتجاه والطريق اللي ماشي فيه خطأ، هذا ستستخدم وهكذا. بدل من ذلك تستمع إلى من البعثة المتحدة مرة أخرى للمجتمع الدولي لانقساماتهم وصلاحهم وما إليها.
هكذا المجتمع الدولي والساسة جميعهم يتحدثون عن مصالحة. المجتمع ده ستيفاني ويليامز يعني ذكرت أكثر من مقال ذكر أن ستيفاني ويليامز مش عارف بتبدأ بالمصالحة وأنا ما تتدخلش وما لهاش علاقة بليبي مش هنضر شنو هو نفس النغمة. المصالحة في ذهن المجتمع الدولي، المصالحة في ذهن ستيفاني ويليامز، المصالحة في ذهن البعثة الأمم المتحدة مع من؟ بين اللي متصدين المشهد السياسي، بين الأحزاب، بين المنقسمين سياسيا، بين ما سمتهم الفاعلين، بين ما سمتهم الشخصيات الفاعلة. هذه ليست المصالحة التي يريدها الوطن، هذه ليست المصالحة التي يريدها الوطن. مصالحة شاملة، شاملة في الوطن بأكمله، لكن تقول هناك سنجمع الأطراف المتناقضة، الأطياف كلها ستأتي تحت. تتحدث عن من؟ الشخصيات والأحزاب والناس المتصدين المشهد السياسي اللي جزء من معاناتنا منهم هم، حتى بنية خاصة حتى من الأخوة الوطنيين. جمع الفرقاء السياسيين والأحزاب وأصحاب المناصب والفاعلين ليست هي المصالحة، ليست هي المصالحة. خارطة الطريق الليبية واضحة جدا 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 جدا. هناك عائق عقلي بصراحة توصلت اليوم وتوصل مع الليبيين، أغلب الليبيين كلهم إن شاء الله فاهمينها قديما، نذكر بها نفسي والآخرين. هناك عائق عقلي، هناك خلفية مهترئة عن الشعوب العربية موجودة في العقلية، في العقل الباطن الأوروبي موجودة عقلية، وإلا والله لا يتجرؤوا أن يقدموا لنا مثل هذه التفاهات. انتخابات في دولة فيها حرب والرئيس قبل البرلمان ومش عارف، مستحيل، وبدعمهم على فكرة. راهو هذا كله بدعمهم. صحيح يقول لك ليبي ليبي، الشخصيات ليبية، الواجهات كلنا ليبيين، لكن في الواقع لا، عندي مرهبات. وهكذا ماذا نتعلم من تعريجة سريعة أيضا؟ قضية تركيا شيطان ثم تركيا ملائكة عند البعض، الأخوة اللي في طبرق. ماذا يتعلم المواطن؟ أنا مش قصدي على الخبر أو تحليله أو ما وراه، لكن ما وراه إسقاط على المواطن الليبي في 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 ليبيا كلها. تفضل الإعلام، تفضل التضليل بتاع الإعلام اللي خلاك تقول الأتراك العثمانيين المحتلين مش عارف انظر شنو هو، العمالة المش عارف إيش. هذا الإعلام نفسه الآن شوف شديد. وبالتالي ماذا نتعلم؟ أنا لا أتحدث عن ماضي، ضحكوا علي وضحكوا عليك وضحكوا علي، خلونا نفكر بأوذاننا. لكن المستقبل، المستقبل الآن يقول لك عندما تسمع حاجة، أسمع الفضائية الأخرى، أسمع التوجه الآخر، أسمع الحزب الآخر، شكل رأيك الشخصي، أستمع إلى عدة جهات. ما تقولش لا والله التناصح سكر عليها فكرة منها مش عارف، ما هي هذيك كويسة اسمعها مش عارف. أنت فكر، الله أعطاك عقل، أعطاك شمعة تستنير بها، من العار أنك تطفيها وتمشي في الظلام. أنت مشوك في الظلام، قالوا لك الأتراك شياطين، هذا مثل رأوه مش على الخبر نفسه. الأمثلة، أحد الأمثلة البسيطة، قالوا لك الأتراك شياطين، توه قالوا لك الأتراك ملائكة. أنت ما انصدمتش يعني مثلا؟ يعني لو كانوا مخالفين للأتراك معلش وتوه بيردوا لهم، لكن قالوا لك شيطان أسود أنود واستعمار ونار أحرف وبيع الوطن وما إليه، خلوه لك شيطان صحيح، والآن بيخلوه لك ملائكة. نفس الإذاعات، نفس الفضائيات. تعلم أخي المواطن أينما كنت في أي منطقة في ليبيا، تعلم أن تفكر بنفسك وأن تقارن وأن القضية الأخرى، وهناك آلاف القرارات المتناقضة. أذكر نفسي والمشاهد الكريم بأسوأ عار على البرلمان، أن نطلع القائمة هذه اللي دائما نتحدث عنها بتاع الـ 75 اللي مازال أنا مش مستوعب كيف برلمان ما يتحشمش، يطلع 75 إرهابي وفجأة الـ 75 يطلعوا كلهم ناس مدنيين، كلهم وزراء، كلهم مسؤولين، كلهم ناس مثقفين، كلهم ناس كذا، بل منهم عبد الحميد كما ذكرت لكم الدبيبة كان يفترض أن إرهابي أعطاه نفس البرلمان الثقة. كيف نستفيد من أحداث مثل هذه أخي المواطن؟ فكر بروحك، فكر بنفسك، أبحث، أسأل، قصقص أكثر من راديو، أكثر من نشرة، أكثر من فضائية، واصنع قرارك بنفسك. هكذا ربي ليش دار لك العقل. نتعلم مما يمر به وطننا. في واحد يهودي تقريبا لورفال ورفرال مش عارف إيش قال، عطوني هذا في الفيس لم أسمع مباشرة، قال يعني والله عطوني حتى عميد بريد بنغازي، والله عطوني حتى أي مسؤولية، والله عطوني حتى انظر شنو هم، مستعد نخليها لكم دبي. نحن لا نريد دبي، ما نبوش إمارات، نحن مش دجاج ولا غنم تحطنا في عمارات، ما نبوش حتى نيويورك، ما نبوش حتى شيكاغو ولا واشنطن. نحن نريد كرامة الإنسان، آدميته، إنسانيته، بشريته. فيه ناس فضلت أن تموت في 2011 على أن تعيش في حتى قصور. كيف تعذبني وتهين كرامتي وتعاملني مش كبشر، والدم رخيص وروح الإنسان رخيصة، والإهانة والشنق والقتل والدمار، ولو حطيتني في قصر ذهب، قصور من الذهب. شو العقلية هذه يا أخي؟ كيف أنا أخليها لكم دبي؟ ما نبوش دبي،
نحن نبور إنسانيتنا بشريتنا، ثم جد دبي. ما جاش دبي على كيفها إن شاء الله، والله ما جد. شنو دبي يعني؟ طموحنا عمارات وطرق وسيارات يعني. وبالتالي لابد هذا أخ يهودي، وبعدين يطلب ليبي، يهودي ليبي، وبعدين يطلب حقوق اليهود. يا سيدي الكريم، نحن قضي، أنت ليبي ممتاز، ما هو رأيك؟ أنا مش مهم عندي أنك أنت تبني لي دبي، مهم عندي شن رأيك في الإدارة، خليفة في البلاد، قصف المستشفيات، قصف الناس، المقابر الجمعية، إدارة كنيات. تفاعل معي، مش تقول لي أنا والله يهودي نبي حقوقي بس. واجباتك أنت تفاعل مع هذه الجرائم. ما هو رأيك على ما يحصل في ليبيا بالضبط، من دماء ومن أشلاء؟ الجالية اليهودية المضطهدة، الجالية اليهودية، ما لكم مش مضطهدين؟ بالعكس، في الإسلام حقوق الذمي، وهذه قضية تترك العلماء برأيي الشخصي يعني، حقوق الذمي أقوى وأعلى من حقوق الإنسان في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في روسيا، في الصين، في كل حقوق راهو اللي مش مسلم في الدولة الإسلامية، في المسلمين، في ليش تزيح في نفسك، توخر وتخلي في روحك غريب؟ يا أما معانا يا أما غريب، ما تجيش اثنين مع بعض. ما هو تفاعلك؟ نبي نسمع من اللوزيان ولا شو اسمه هذا، ومن الجالية اليهودية رأيهم فيما يحدث في ليبيا، من مقابر، من دمار، من قتل، من تدخل أجنبي. أيضا هناك فرق بين أنك تكون يهودي ديانتك يهودية ولا لا، ومضطهد كيهودي كديانة، وبين أنك أنت شو رأيك في إسرائيل؟ ما هي الاضطهادات اللي تدير فيها الإنسان الفلسطيني؟ تقمع فيه، تسجن فيه، الدمار، هدم البيوت، الاحتلال، القمع، الطرد، العودة، المصايب، السود النود اللي صاير للفلسطينيين من الإسرائيليين. ما هو رأيك فيه؟ ما سمعناش نبو تصريحات. أنت مش ليبي وتبي حقوقك، عندك الحق تبي حقوقك، لكن أين واجباتك؟ ما جعلنا نستنكر المحارق وقتل الناس حتى أيام النازية وقتل اليهود. نفس المبدأ يا سيدي الكريم. ما هو رأيك كصهيوني؟ ما هو رأيك كإسرائيلي؟ لكن مش أنت بس تجيب لي دائما في وجهة أنا يهودي وبندير لكم دبي. هذه أعتقد حقوق أي شعوب. ما هو رأيك في هذه الأمور؟ هذا أخي الكريم بعض التعريجات التي تحدثت أو جاءت أو وردت في هذه الصحف. أول مقال الآي بي بي ميديا تتحدث عن شنو؟ ليبيا سليفري إز شارب ريمايندر اوف نيريريس فو. نيريري هذا رئيس، جوليوس نيريري كان رئيس تنزانيا وهو اللي هجم اوغندا وما اليه. يعني قال امريكا عاملت بما معناه ان المهاجرين مفروض تستوعبهم. كلام صحيح متفقين فيه، لا شك في ذلك. لكن شوفوا بالله عليكم على الليبيين، العبوديه الليبيه، هذا شرح المقال. العبوديه الليبيه تذكير بوعود نيريري في 1997. أسواق الرقيق الحديثة، هكذا سماها المقال. أسواق الرقيق عندنا الليبيين يأخذوا فيه الأخوة المهاجرين ويبيعوا فيهم. المعاصرة أو لسه تحت يعني جو أمراء الحرب يشرف العبيد السليفر ويبيعوا فيهم الأمراء حرب ليبيين آخرين. طبعا فيه لقطة مهمة دائما موجودة في الكتب وبالإنجليزي فقط، الكتب اللي بالإنجليش لاحظتها يا شباب ويا إخوة يا أخي المشاهد الكريم، أن العرب وراء أسواق الرقيق الأفريقية لزمان، اللي يمشوا لأوروبا ولأمريكا زمان، العبودية لزمان، العرب يأخذوا في الأفارقة وبيعوا فيهم يفترض للأوروبيين، وهذا غير صحيح على الإطلاق، غير صحيح. في عرب مشتركين في هذه القضية، وفيه أفارقة، فيه قبيلة أفريقية تختطف في قبيلة، أبناء قبيلة أفريقية أخرى وتبيع فيها للعرب، والعرب يبيع فيها للأوروبيين. صحيح، كله صحيح، كله مشتركين، لكن الأفارقة مشتركين، والأمريكان والإنجليز والأوروبيين والعرب. لكن سبحان الله في جميع الكتب يشار إلى أن العرب، وكأن هناك استراتيجية مستقبلية بعيدة المدى في الشق ودب إسفين أكثر بين الأفارقة والعرب لشيء ما، الله أعلم. ممكن الإنسان يطلق الخيال لقضايا لا أول لها ولا آخر. أنا لا أخاطب ما يسمى بالنخب والمثقفين والكتاب، يقدروا يبحثوا عن النقاط هذه بروح. أنا أخاطب في الناس اللي كيف يعني بسطاء حتى نشترك في بعض المعلومات، وأذكر في نفسي قبل أن أذكر الآخرين. هناك شيئا ما في هذه النقطة غريبة بالذات، في جميع الكتب كما ذكرنا لا يذكرون إيجابيات المجتمع الليبي. شوفوا بالله عليكم، لا يذكروا إيجابيات المجتمع الليبي، لا يذكروا ضرر الهجرة الشرعية على الليبيين. مستحيل تلقاها، 100,000 ورقة بورس، نيويورك تايمز، ذا جارديان، الروس، المصادر الصينية، المصادر الإيطالية، الصحف لا تذكر ضرر الهجرة الشرعية على
ليبيا وضررها خطير جدا، مش بس من ناحية ما فيش مراكز احتجاج وما فيش فلوس وما نقدرش نردوا بالنا منهم، لكن من هو هذا اللي مهاجر؟ قد يكون بينهم قتلة، قد يكون بينهم مرضى أكرمكم الله بحاجة وباء الكبد الإيدز مصيبة سودة نودة، قد يكونوا قتلة ومهربين، قد يكونوا مجرمين حتى هنا، ما يتحدثوش عن اللقطة هذه بكرة، يتحدثوا على أنكم تعاملوا في مجرم معاملة مشكوشة، بيأخذهم ما يأخذهمش، ليش؟ والله قد يتسرب الإرهابيين بين، وهذا كذب حتى هي النقطة اللي إديما أوروبا تركز عليها، خايفين من الإرهابيين يجوا من خلال المهاجرين، لا هذا غير صحيح، هذا كذب مش حتى تدليس. أنت خايفة ما تبيش الهجرة، ما تبيش البشر يوصلوا لك لأسباب أخرى. إذن نحن نستنكر سواء في عقيدتنا حتى في تقاليدنا ومجتمعنا، حتى الحيوان يعذب، الحيوان يستنكر، يتحدثون عن ليبيا أيضا وكأنها ما شاء الله عليها دولة مستقرة مستقرة، يعني ليبيا دولة مستقرة، ردوا بالكم المهاجرين وما تخلوهم شجوع وما إليه، خطاب دولة مستقرة. أوروبا تتحجج مرة أخرى بالإرهاب، لكن كان الإرهابيين خشوا ليبيا معليش عادي، يعني والله يشدوهم يا ليبيين باش ما يجوناش إرهابيين، يعني كان ما تقوليش يعني ردوا بالكم يا ليبيين قد يكون بينهم إرهابيين يضروكم، ما فيش، لا تجدها في أي صحيفة من هذه الصحف. شنو اللي صاير؟ أغلب الصحف حتى الصحف العالمية سبحان الله هذا الشيء مستغرب فيه مصادرها، يعني تأخذ فيه من من مهاجر وصل لأوروبا أو وصل لدولة تانية، الدنيا معه في مقابلات تلفزيونية ومقابلات كتابية وكذا، ويتحدث نحن اضطهدنا، نحن الرقيق، نحن باعونا، نحن دارونا، ولا لا، قد يكون من كل ما يذكروه في حادثة اثنين، واقعة بيع، واقعة كرمكم الله اغتصاب، واقعة استلاب أموال، واقعة ضرب، واقعة قتل، لكن ما هياش الظاهرة العامة، ما هياش الظاهرة العامة. شو يديروا؟ يديروا في لقاءات مع ناس مهاجرة وصلت لأوروبا ماشي الحال، ويأخذوا منها في معلومات. الراجل المهاجر اللي تحت ضغط هو ولا أسرته ولا السيدة تبي تطلع روحها مضطهدة لدرجة فظيعة حتى تقبل كمهاجرة أو كلاجئ، هذا الشيء طبيعي عند الناس، هذا الشيء طبيعي، يقول أنا والله اضطهدت ما قدرتش أرد وأنا في خطر وعودتي إلى ليبيا، ويأخذوا هذا الشيء غريب غريب، لأن بصراحة أبجديات البحث، أبجديات الصحافة، أبجديات المصادر أنك أنت تأخذ من أكثر من مصدر. إذن ليس تهريب وبيع بشر، هم بإرادتهم جايين ليبيا بإرادتهم، قضية بيع الرقيق وعدم بيع الرقيق غير صحيح، يجوا المهاجرين، يجوا واحدين يأخذوا فيهم باش يهربوهم لأوروبا، يعني يجي لي معسكر يشري، صحيح يعطي فلوس مثلا لفلان والله علان، مش باش يشري الناس، باش يسمح له أن يأخذهم لما عسكره هو لاحتجازه بيش يتاجر فيهم، والأوروبا جريمة طبعا، جريمة لا شك، لكن ما هي السوق رقيق وبيعه وما إليه. Decent Voice أصوات المعارضة نشرت مقال يقول Will Ethiopia became Biden's Libya too? Will Ethiopia become Biden's Libya too or a driver for an African reinstate? هل ستصبح إثيوبيا ليبيا الثانية اللي بايدر يتحرك على؟ هناك صراع كبير بين الأثيوبيين أنفسهم، قتال شنيع، وقد ربما تتدخل أمريكا عسكريا، ربما تتدخل أمريكا عسكريا. الخرب، الصين متغلغلة في أفريقيا بشكل لا أول لا آخر، دخلت من الناحية الاقتصادية، الغرب يخشى وجود الصين في أثيوبيا، والغرب يخشى خسارة أفريقيا بأكملها. هناك طبعا تذكر التفاهم كبيرة جدا بين الصين وأثيوبيا، والصين دائما تصرح لن أتخلى عن أثيوبيا، وأن الناس يعدوا فينا لا مش حصير مش حصير، بالعكس قلتوا لنا فنزويلا ستنتصر الديمقراطية، ما انتصرتش، قلتوا شو اسمها هذه السوريين سينتصروا، ما انتصروش، هونغ كونغ وتايوان ستسقط، لم يحدث، دعوة القائد الأعلى السابق وهكذا، وبالتالي بدأت الآن دعوة للتدخل العسكري من جانب أمريكا في أثيوبيا على غرار تدخلها في ليبيا. الديلي صباح نشرت مقال يقول No technical issues in way of Libya election. No technical issues in the way of Libyan elections official say. مسؤول يقول لا يوجد عوائق أو مشاكل فنية تتعلق بالانتخابات في ليبيا. يا سيدي الكريم، القضايا مش شكرتنا في الانتخابات مش فنية، سهلة الفنية، دير مفوضية، دير مراكز انتخاب، دير بطاقات، دير شنو، هذه هي ما يقصد يعني عدد الصناديق، عدد المواقع، القضية أكبر من هيك، حتى لو عندنا أحدث مراكز وأنظفها ونزيكها وناس
اليد العاملة متوفرة وكذا مفتوحة من 6 إلى 7 ومنظمة وكذا وآمنة وكل شيء مراكز. ليست هذه القضية يعني على من يضحكوا الناس هذول؟ والله العظيم دوخونا يا أخي. ما هيش مشكلتنا نحن القضايا الفنية هذه، مش مشكلة على الإطلاق، وربما صحيح وربما فعلا، وهي طبعا بالتأكيد لا، بدليل عدة أخبار وحوادث ووقائع حدث، لكن لنفترض جدلا أن كل شيء يعني طبعا هذه الديلي صباح نقلتها على وكالة الأناضول، أناضول إيجنسي هذا الخبر. لا يعني أن يعني يا أخي صرح شنو هالثقافة، الثقافة العربية دائما سوى وزير ولا مسؤول مفوضية ولا مسؤول مدرسة ولا مسؤول شركة ولا مسؤول دكان يخلي لك الحياة وردية، ما شاء الله everything is good، كل شيء تمام تمام مية مية، مش شرط يا راجل. إذا كان فيه نقص، إذا كان فيه عجز، إذا كان فيه فشل وتصرح به، بالعكس هذه معناها الناس تثق فيك أكثر. لا لازم تطلع خايف على شغلك ولا شنو، ما فهمتش أنا شنو، عندك مشاكل قول عندي مشاكل، أسمعوا لرؤساء الدول المتقدمة يصب ما يدويش إلا على المشاكل، يدعو على الجوانب الإيجابية ثم يقول نحن نعاني من الآتي 1 2 3 4 ونحاول حل هذه القضايا. ما فيش إنسان ليبي مسؤول طلع إلا يقول لك نحن في جنة الله على الأرض، في الجوانب الأمنية، في مفوضية الانتخابات، في نظروين، سمي ما شئت. فهذه ثقافة مدمرة ومضللة للناس أيضا. فيه مشاكل فنية في القضية، وفيه مشاكل أعمق اللي هي القانونية والحقوق، تعرفوا المرشحين منهم والمشاهد الكريم يعرف. شعوبكم واعية يا راجل، شعوب واعية وما فيها شيء. أنا أحترمك لما تقول عندي إشكالية معينة. إلا المفوضية ولا ستيفاني بتدير خارطة الطريق، بتدير خارطة الطريق ولا لا؟ ما فيش مشاكل تكنيكال. خارطة الطريق التي يريدها الشعب الليبي هي الآتية، الخارطة التي يريدها الشعب الليبي والتي ستعود عليها غصبا عنكم إلا ما تبوهاش. استمعوا إلى أصوات الشعب، ماذا يريد الناس؟ المصالحة الحقيقية، مش بين السياسيين والأحزاب، هذه يعني مش هذه ديفانجي، هذا هي موضوع آخر. المصالحة الحقيقية 2، استفتاء على الدستور بعد تعديله يا سيدي، إذا كان في 1 ولا 2 ولا 3 عنده مشكلية ادرسوه. 3، توحيد القوات المسلحة، ما تقدرش تدير انتخابات قبل أن توحد القوات المسلحة، لأن إذا نجح الطرف هذا الجزء اللي معاه في القوات المسلحة بيدير لك مشكلة، وإذا نجح الطرف الثاني أو الثالث. لابد من توحيد القوات المسلحة قبل تدير انتخابات، واستفتاء على الدستور، وتهيئة الأجواء طبعا مع القوانين اللي يتفق عليها الناس، قوانين طبيعية ما فيهاش إشكالية. القوانين يا أخي درونا قوانين تعرفون، مش هنعلموكم يعني اللي يتفق عليها. إذن المصالحة، استفتاء الدستور، توحيد القوات المسلحة، قوانين انتخابات مقبولة، تهيئة الأجواء الأمنية، بعد المصالحة تسهل التهيئة الأمنية وتوحيد القوات المسلحة، ثم غرفتين شيوخ وأمة، بش واحد يوزن الثاني، مش تو البرلمان حيث فيها القرار اللي بيديره ماشي ولا لا، لابد من غرفة أخرى تضبط البرلمان. بالله عليكم هذه شن فيها من مشكلة؟ موجودات والشعب، وأنا مدرس بسيط والشعب الليبي البسيط يقول لك يا وليدي كيف نديره ونديره، نفس الكلام هذا حيقول لك الإنسان الليبي البسيط اللي احنا منه بلهجته بطريقته معروفة يا ستيفاني، و60,000 اجتماع ومشر مصراته ودرنا وطبرق وحول واجتمع مع فلان وعلان. استمعي بالناس، استمعي إلى الناس، استمعي إلى الحق. This is الحقيقة. لا يوجد على الإطلاق، لا يوجد على الإطلاق خارطة الطريق أفضل من هذه الخارطة، وستعود إليها أن كنتم صادقين. يعني بتستمروا في طواجينكم وطبخكم الفاشل على كيفكم، قضية تعود إليكم. MEI 75 نشرت مقال يقول ميدل إيست إنستيتيوت 75، MEI 75، ميدل إيست إنستيتيوت 75 اسمه ديسالينيشن إن ليبيا تشالنجز أند أوبورتونيتيز، تحلية المياه في ليبيا التحديات والفرص. يعني هذه قضية تحدث عنها الليبيين، نين مساكين قريب يبكوا، كل ما يصير تطربيقة ولا تخريبة في القناة يقول يا جماعة ديرونا محطات تحلية، يعني ما هيش فكرة خطيرة، ديروا شيئا ما. زمان كان بيربو مليانة في طرابلس، مغضي طرابلس من أول عقبة ما شاء الله مية مية، ديروا مصادر محلية. تحدث الليبيين مساكين نين بطلوا على هذا الموضوع. Closed meeting at UN، هذه 218 نشرة مقال يقول closed meeting at UN headquarters to discuss Libyan frozen assets، اجتماع مغلق في قصر الأمم المتحدة، سوري، في مقر الأمم المتحدة لمناقشة الأصول الليبية المجمدة، عقدة لجنة مغلقة واجتماع مغلق فيه 60,000 مليون واحد، الخمسة الدائمين مع النرويج مع الهند، ممثل الهند سفير الهند في انضرمانهم، وعرس بالإضافة الليبيين
وناقش في ذلك الاجتماع 60,000 دولة حاضر ومغلق، ونقش الأصول الليبية المجمدة وكيف نطلعون، والاستثمار الليبي حتى هي عندهم وفد ليبيين موجودين وبيحاولوا يطلعوا أو يحموا الاستثمارات. طبعا المواطن الليبي يقول لكم بكل صدق، خلوا المجمد مجمد وحموه إلى أن تستقر البلاد. هذه أعتقد طلب ما هوش خطير، يعني كانوا تبوا تخشوا على الحلول الفاشلة، استمروا. لابد أن تظل مجمدة لعند فعلا تخرج ليبيا من هذه الأزمة. أشار لي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة خبر أخير نشرت الياهو.com، يقول The secretive prisons that keep migrants out of Europe، أن ما تسمى بمراكز احتجاز في الواقع هي سجون بدعم أوروبي حتى لا يصل المهاجرين إلى أوروبا. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حواراتنا حول الوطن وما جاء في الصحف العالمية. آخر حاجة Voice of America، إشارة سريعة جدا في ثواني بإذن الله بعد إذن المخرج الكريم. Voice of America نشرت قال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة وسط توترات اللجنة العسكرية 2 الشمال وسط توترات، ولذلك نتحدث عن قيادة الأمم المتحدة والبعثة لقضيتنا ولمصائرنا. شبهت لي كثير من الزملاء وكثير من الأصدقاء بالآتي، أنت راكب في السيارة ويسوق بك بني آدم آخر، هو اللي يشيلك مهما كان طموحاتك، مهما كان أهدافك، مهما كانت خططك، خارطة الطريق اللي تحطها لوطنك ما يعدلش عليك، هو السواق. ولذلك لابد أن نستلم القيادة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن يكون ذلك صعب علينا إن كانت هناك إرادة وإخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى. أشار إلي السيد المخرج الكريم مرة أخرى بانتهاء وقت الحلقة. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حديثنا عن وطننا وما يعانيه كما ورد في الصحف العالمية في حلقاتنا القادمة حتى ذلك الحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.